أنا الوجبة الأولى دمعت عيني هذه، الوجبة الثانية بتدمعها، تحس إن الضب معلق. والله شكلها سد النفس. تقلون الدجاج مرتين قبل التتبيلة وبعد التتبيلة. أول محل دمعت، هذا وش بيذبحني شكله. واضح إن أشهر مكان للدجاج، إن هذا شكله يخوف مرة، ولكن إن شاء الله بجربه وأشوف كيف طعمه. بلا كذا معنفص ذا. من الأدوات واضح إن النظافة 100%. أيوة ما شاء الله تبارك الرحمن، يا سلام عليك صديقي. قبل ما تبدأ المقطع نبي نسحب على آخر 6 فائزين معنا، راح يفوزون ب 200 دولار كل شخص، راح يفوز ب 33 دولار تحول له بشكل فوري عن طريق الباي بال. فخلونا نشوف من هو الفائز الأول معنا في هذا المقطع. طبعا بحكم اليوم راح نسحب على 6 فائزين راح نستخدم اللابتوب، والمقطع الأخير يا أصدقائي جاء عليه أكثر من 8000 تعليق، ويعتبر أكثر مقطع جاء عليه تعليقات ما شاء الله تبارك الرحمن. فخلونا نشوف من هو الفائزين معنا اليوم في 33 دولار بتحويل فوري عن طريق الباي بال. الفائز الأول معنا يا أصدقائي من المقطع الأخير راح يكون بعد العد الثلاثة، 1 2 3. ها وقف هنا، سبحان الله. هذا الفائز الأول يا أصدقائي ب 33 دولار، ألف مبروك، راسلنا على انستغرام للتحويل الفوري بإذن الله. الفائز الثاني معنا يا أصدقائي ب 33 دولار بتحويل فوري بإذن الله راح يكون معنا بعد الثلاثة، 1 2 3. وقف هنا، شوف شلون. هذا الفائز الثاني، ألف مبروك يا صديقي، راسلنا على الانستغرام للتحويل الفوري بإذن الله. الفائز الثالث معنا يا أصدقائي ب 33 دولار راح يكون معنا، راح نبحث بشكل أكثر وراح ننزل 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 بشكل أكبر عشان بإذن الله الجميع يفوز معنا بإذن الله. الفائز الثالث معنا يا أصدقائي راح يكون بعد العد الثلاثي، 1 2 3. هذا الفائز الثالث معنا يا أصدقائي، ألف مبروك ألف مبروك، راسلنا على انستغرام للتحويل الفوري بإذن الله. الفائز الرابع يا أصدقائي راح يكون معنا بإذن الله، ننزل ننزل ننزل، طبعا أكثر مقطع جاء عليه تعليقات هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، فبحاول قدر استطاع أني أنزل أكثر عشان الجميع يفوز معنا بإذن الله. الفائز الرابع معنا يا أصدقائي ب 33 دولار راح يكون بعد الثلاثة، 1 2 3. هذا الفائز الرابع معنا يا أصدقائي ب 33 دولار، ألف مبروك ما شاء الله تبارك الرحمن، راسلنا على انستغرام للتحويل الفوري بإذن الله. والفائز الخامس يا أصدقائي ما قبل الأخير راح يكون معنا بإذن الله، خلونا ننزل أكثر وأكثر أكثر 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 عشان الجميع يفوز معنا بإذن الله. الفائز الخامس ما قبل الأخير راح يكون معنا يا أصدقائي، عدوا معي للثلاثة، 1 2 3. هذا الشخص الفائز الخامس معنا ب 33 دولار ما شاء الله تبارك الرحمن، راسلنا على الانستغرام للتحويل الفوري بإذن الله. والفائز الأخير معنا والفائز السادس والأخير معنا يا أصدقائي راح يكون بعد العد السداسي، عدوا معي للستة، 1 2 3 4 5 6. هذا الفائز السادس والأخير معنا ما شاء الله، كل عام وأنتم بخير جميعا يا أصدقائي. هذا الفائز السادس معنا، راسلنا على انستغرام للتحويل الفوري بإذن الله. ألف مبروك لجميع الفائزين معنا، والناس اللي ما فازوا معنا بإذن الله الخير قادم، والمسابقات قادمة، وأيضا الجوائز الكبرى قادمة بإذن الله. المقطع هذا يا صديقي طبعا كنا ناكل من أكل الشوارع لين ما تسممنا، فأبيك تكتب لي بالكومنت وين تتوقع الأكل اللي أكلناه وتسممنا فيها. استمتع في المقطع، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. الله يحفظك، الله يرضى عليك يا غالي. الله لا 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 لا، ترى الحركات متعب عليها طبعا، شوف شوف شوف، أكثر شيء متعب عليه الابتسامة. شو الابتسامة بالله؟ هلا والله شباب، يلا حيهم من أكبر منطقة المسلمين في عاصمة الهند نيودلهي. هذه آخر 12 ساعة لي في الهند، فبعد 12 ساعة بإذن الله راح أكون في دولة ثانية. وآخر 12 ساعة يا صديقي صنفت في يوم السبت، يوم السبت عاد في الهند
يعني زحمة مش معقولة أبدا. فعلشان كذا حنا في منطقة المسلمين بنحاول قدر استطاعة نجرب أي شيء غريب ولا أي شيء يعني. ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? I'm fine. الحمد لله ما شاء الله عليكم ما شاء الله. What's your name? سبا. سبا؟ And you? ندى. And you? الله يحفظكم ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. طبعا المنطقة هذه أصدقائي أغلبهم مسلمين، هو تعتبر أشهر وأكبر منطقة المسلمين في الهند كلها أبوها كاملة. ليش؟ لأنها موجودة في عاصمة الهند نيو دلهي، وآخر 12 ساعة لي في الهند كاملة حبيت أني أقضيها هنا في هذه المنطقة. ولكن زي ما تشوفون الزحمة كبيرة جدا يا أصدقائي، فبنحاول قدر استطاعة نجرب أكل الشوارع، نجرب الأشياء الغريبة، نجرب الأشياء اللي أول مرة نشوفها. فبإذن الله بتكون 12 ساعة جميلة، بعدها بإذن الله بنكون في دولة أخرى بعد 12 ساعة. تشوفون الأكل هنا في كل مكان ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. حاول نجرب يا أصدقائي أجمل الأكل اللي موجود هنا بالله. شوفوا هذا، تذكرون مطعم الكباب اللي جيناه قبل فترة؟ شوفوا كيف الزحمة عليه. فيعني لو أطلب بتروح 12 ساعة كل أبوه هنا في هذا المكان، زحمة كبيرة جدا. شانلكم سابقا سون S-O-U-N. سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. What his name؟ نعم فيزان. قولوا my name is فيزان. الله يحفظك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. السلام عليكم. الله يحفظكم. Brother, this is Muslim area, right? Okay. Is this the biggest Muslim area in New Delhi? جي. آه ما شاء الله جزاك الله خير. You subscribe soon. S-O-U-N. S-O-U-N. Yes. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته brother. ما شاء الله عليهم. المسلمين هنا في هذه المنطقة بتشوفونهم بشكل كبير جدا. حنا لازلنا في رمضان يا أصدقائي. الفيديو هذا راح تشوفونه بعد العيد، ولكن أنا في آخر أيامي في رمضان وآخر 12 ساعة في الهند عند الدجاج وعند الحركات وعند الأشياء الجميلة هذه. يا الله بالله يا شف 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 يا صديقي. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. chicken brother. chicken أفغاني. chicken هندوستاني. how much is it? 150 each. 150 each boneless. بونليس ما شاء الله. طبعا هذا كله مو دجاج، ولكن انواع غريبه والوان غريبه جدا. لو تشوفونها بكل نوع بلون معين، انواع مره مره غريبه. شلون بس اجمل شيء، اجمل ما فيه الشوي. الشوي ممكن يكون انظف شوي اكثر من الزيت، وايضا بدون عظام. والله كميه كبيره جدا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. شوف 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 هنا هذا مولع ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عندهم كباب الظاهر، والله مولع صدق. هذا الكباب طبعا اصدقائي، وهذا الدجاج. عندهم اكثر من نوع هنا. هنا عاد ما شاء الله جاهز. هاو ماتش براذر؟ هاو ماتش كتنا؟ 4 ستيك 100. اه ما شاء الله ما شاء الله. اي نيد 1 ستيك. هاو ماتش؟ 25. جيف مي 1 25. أنا باخذ واحد يا أصدقائي، ودي أجربه صراحة. والله الأشكال هذه عجبتني مرة، لذيذة مرة. يا سلام عليك، زبطني والله زبطني والله. ثانك يو سو ماتش، جزاك الله خير يا شيخ ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاك الله خير. شوفوا الحركات. طبعا هذه صيغ كامل، سعره فقط ريال واحد، 25 روبية، يعني ما يقارب فقط ريال واحد. فخلونا نجرب ونشوف كيف. هولد هولد بليز هولد هولد. قاعد يكلم جوال وانا بجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دجاج يا اصدقائي. بسم الله. والله لذيذ مره ما شاء الله. سعر ريال واحد، والله سبايسي مره. ثانك يو سو ماتش براذر. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. الله يرضى عليك. سون براذر. سون. اس او يو ان. اوكي براذر. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثانك يو سو ماتش. يا حليلهم. والله طعمه لذيذ يا اصدقائي. طعمه لذيذ ولكن سبايسي. بديت اشفط انا. انا عيوني دمعت يا كابتن. والله طعمه لذيذ ولكن مره حار. خلينا ندور لي مكان اجلس فيه. كيف؟ الله العالم والله يا صديقي. شوف الايس كريم، شوف شوف. والله شكله غريب مره. يا ما هي يحطون هنا ثلج، يحطون نكات مره كثير، ويطلع لك ايس كريم. طبعا انا قاعد اوريكم الايس كريم عشان
بس استخدم الطاولة هذه. ها لا شوف سعودي عربيا ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. كم تو دبي ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. يو ار فروم وير؟ انديا. نيو دلهي. انديا انديا نيو دلهي. نعم غجرات 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 غجرات. ما شاء الله. انا بطيجيا ما شاء الله ما شاء الله. ماي برادر از سعوديان. سعودي ويتش سيتي؟ ويتش سيتي؟ مدينه مدينه منوره. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم يا اخي. والله العظيم الشعب الهندي مره لطيف. ولكن اي احد يشوفك لازم ياخذ القناه. مدير واقف دقيقة واحد دقيقة واحد. ما لي لحطه إلا هنا كابتن. بالله شوف الجمال. شوف ما شاء الله مكتوب رمضان مبارك. وأجمل ما تشوفون يا أصدقائي الأنوار هذه معبي الشارع كله وتحسسونك بأجواء رمضان. هلو هاي السلام عليكم. الله يستر يا أصدقائي. دقيقة بس. طبعا انا جيت قبل 4 شهور وهذا المسجد اللي هو اكبر مسجد في الهند اللي هو جامع مسجد. وهذا الشارع اللي هو اشهر شارع موجود في الهند. 100 100 ما شاء الله. كيف نجرب الاكل هنا؟ والله العظيم اني ما ادري مع الزحمه وهذه. مع الزحمه وهذه ما اتوقع اقدر اجرب اي حاجه. ولكن خلونا نحاول ونشوف. الدجاج جربته مره حلو بس سبايسي. عيني دمعت. بريال واحد فقط. ان شاء الله اني ما تسمم في اخر 12 ساعه في الهند باذن الله. اوصل الدوله الثانيه وانا سليم. شوفوا ما شاء الله شكل في مشاهير هنا كبطين. الله يستر. اختلف تماما عن جيتي قبل 4 شهور. والله كان مره مختلف. شوف الان ما يمديك حتى تمشي يا صديقي. شوفوا هذا ايش؟ والله ما ادري اشياء غريبه مره. ظاهر انه شيء حالي مره بس شكله غريب مره. يخبزونه باليد خبز ما شاء الله وكميه كبيره جدا. شوف قاعد ياخذ من السقف. الحمد لله. كيف حالك؟ كويس 100 100 الحمد لله الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله الله الله. شوف هذا ايش؟ ظاهر شاورما هذه. السلام عليكم. هاو ار يو براذر؟ جود. ذيس از وات؟ سبايسي. Do you have a little bit spicy? Yes. How much is it? How much? 70 روبية. ما شاء الله بالله. شوف شوف هذا الدجاج. أجرب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستر. شوف الجمال. شوف شوف. طبعا الخبزة دهنينها بزيت والدجاج ومع الصوصات الكثيرة هذه مرة المشهورة في الهند. تأخذها تطلع لك طعم لذيذ مرة. 70 روبية. Can I have one please? Yes please. ابي اجرب واحده. والله شكلها مره شهي. شوف اللون اللون الحالي يا صديقي جذاب مره. فخلونا نجرب ونشوف الطعم. سعرها 70 واجمل ما فيها حجمها صغير يعني ما يمديني اشبع فيمديني اجرب اشياء كثيره. وهذا الخبز يسمونه روتي. This is روتي. روتي. اوكي. هذا في كابوس. هذا خبز؟ ايوه. ما شاء الله. هذا شيخ دجاج. هذا سم شاورما رول. شاورما رول. ايوه 100 100 100 100. بس هذا حار ولا ما في حار؟ هذا حار. زياده حار. ايوه هذا كويس 100 100. بس بعدين مشكله هنا. لا ما في مشكله. يعني معلومه انا بعد 12 ساعه انا اروح مكان ثاني اروح. لا والله ما في مشكله. ايوه هذا كويس 100 100. يلا بسم الله. حبيبي حبيبي حبيبي. ها يا ايوه معلومه انا معلوم. شوف كثير من هنا من هنا. شيخ اعطني واحد. هذا 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 اعطني جديد جديد. ايوه خلي يعطي واحد جديد حار. ها جيب عين. يبغى واحد انت؟ انت واحد. لا لا ما في. والله صحيح. شكرا شكرا. عفوا يبغى شيخ؟ ار يو شور؟ لا اوكي براذر. ها براذر. سون اس او يو ان اس او يو ان. ها؟ ها حبيبي. يا احلى امس. يور ويلكم. ما شاء الله. شوف عيونه. يور ايز سو جود. الله يحفظك ما شاء الله عليك. براذر جيف مي ون مور.
Huh? Do you want? One more. How much now? One. How much now? Total. صراحة أنا أخذتها وجاني الولد واستحيت إني أرد وأخذت واحدة ثانية ثانية الرجال وعطيته وهذه الثالثة عاد أنا بجرب ونشوف الطعم كيف يكون بسم الله ونشوف كيف الطعم يا أصدقائي. الخبزة مليانة زيت والدجاج مرة حار وحاطين فيه صوصات يعني شكلي أبا أولع الحين. الله يستر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كابتن والله مرة حارة. شوف شكلها. ولكن عادنا الوجبة الأولى دمعت عيني هذه، الوجبة الثانية بتدمع هذه، يعني يلا ما في مشكلة آخر 12 ساعة. مية مية. Thank you brother. السلام عليكم ورحمة الله. والله يبي لي شيء بارد الحين يا كابتن. كابتن بالله شفتين كيف حاطينه يا الله. تكفى ابي شيء بارد. Brother, do you have something cold? Give me please. والله اني ولعت انا. يا ويلي 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 ويلي. حلال ها؟ حلال. No alcohol. No alcohol. يلا خلاص. عطني give me one, give me one. But very cold please ها؟ 1000 كي جي. 700 كي جي. Can I try? Yes, Dad. شوفوا الكاجو يا اصدقائي. Where are you from? Saudi Arabia. الحمد لله. الحمد لله. ناس تميت برا. دور محار مرة. عاد أنا براطم إذا أكلت شيء حار تنتبخ. لازم أشرب شيء بارد الحين. هذا عشان يخفف الحرارة. ما أقدر أكملها. طعمه لذيذ ولكن مرة سبايس. شوف إيش عنده ما شاء الله. وتيها برادر. شومي شومي. شومي شومي. هذا وات نيم نيم. بستاشيو. بستاشيو ما شاء الله. هذا زبيب. هذا الزبيب. شوف انواع الزبيب. هذا التمر. شوف سبحان الله تمر جاف. ديت تمر الجاف والكاجو والحركات اجمل حاجتين للبروتينات. اجمل حاجتين للبروتينات. ايوه وهذا عاد التين. والله سبحان الله التين شكله مره غريب. سبحان الذي خلق هذا ما شاء الله. تحس ان الضب معلق والله العظيم. جزاك الله خير بدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاد الحين بيجرب العصير. والله يسوي حركات وبركات هنا. شوف شلون طلع شكله. هذا مهيتو. ايوه عطر المهيتو. بالله خلينا نبرد. والله انا ما ادري وش هو بس اهم شيء انه حلال وبارد مره. نبي نجرب يا صديقي. والله اني ولعت انا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. This is fruit strawberry or what is this? It's pomegranate. يقول بوغرم again brother. Pomegranate. برجر من مه. ان شاء الله طعمه لذيذ البقر من مه. بسم الله الرحمن الرحيم. سون طبعا والله ما يهمني الطعم اهم شيء انه بارد. والله العظيم اني مولع. بسم الله. Do you have ice? Ice. More ice brother please. الان يا اصدقائي بعد هذا ايوه كذا الان اقدر اني اركز. والله سبايسي مره حار هنا كابتن. الله يستر. لا شوف المحل. شوف الزحمة. شوف الزحمة. شوف الله يعين يا ربي. طبعا فالحلا الحلا. والله الحلا شكله غريب مرة. ما بقول لك جمل. ما بقول لك جمل. سويت سويت ها. الله يسلم. How much is it? How much? كتنا؟ 20 rupees. 20? 25. 25? ها. Ah. This one how much? 30 rupees. 30 rupees. 30 rupees. عطني آه. Give me one. 1 week. طبعا أصدقائي أنا شفت هذا في مومباي بس ما جربته. بس المرة هذه بجربه. أيوة. شوفوا شكلها. والله شكلها سد النفس. بس خلونا نجرب عشان نغير الطعم شوي بس يعني شوف كيف الطعم واجرب ان شاء الله يعجبنا. يا ما ادري بسم الله.
بالله شوف شكله كيف. سبحان الله شكله غريب مرة. شكله غريب مرة شلون. الزيت أول ما تاكله ينفقع فقع. أنا المشكلة الدخان جنبي يا كابتن. والله الدخان ذبحني. وأنا عيوني تدمع بليا. طبعا سعرها ريال 30 ربيع فقط حالي مره، ولكن الزيت مليون مره. من يذكر هذا الشايب يا حليله؟ جيت صورته قبل فتره. طبعا هذا المكان يا اصدقائي جيت قبل فتره صورت، سرهم انهم يقلون الدجاج مرتين قبل التتبيله وبعد التتبيله. شوف هذا قبل التتبيله وبعدين يحطونه هنا، فهذا سرهم. ولكن ما شاء الله مره زحمه، ويعتبر واحد من اشهر المطاعم اللي موجوده في هذه المنطقه عند هذا الشاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا جيت قبل فتره وجربت عنده، فعشان كذا ما ودي اجربه مره ثانيه. نجرب اشياء جديده اخذ 12 ساعه لازم نتسمم فيها يا صديقي عشان ناخذ راحه اجازه. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. شوف الشكل شهي مره. تشيكن بونلس تندوري. شوفوا هذا شكل تندوري يا صديقي. والله الشكل يعني والله ما تدري. ما شاء الله تبارك الرحمن. بس الواضح انه مره سبايسي، فعشان كذا ما بجربه. انا من اول محل دمعت. هذا وش بيذبحني شكله. والله الدجاج هنا بكل مكان ما شاء الله. الظاهر الشارع هذا كله دجاج. دجاج واشياء. هذا ما عرفته بالله، اللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات. اللي يعرف اسمه يكتب لنا بالتعليقات، لاني صراحه ما عرفته ابدا. طب وتخير، ايش رايكم اجرب الكباب؟ والله الكباب هذا الجاموس من زمان ما جربته. 160 روبيه. هاو ماتش براذر كتنا؟ 30 روبيه. 30 روبيه. سبايسي. سبايسي. جيف مي ون، جيف مي ون. This is buffalo, huh? Chicken. Only chicken, chicken. Only chicken. Ah, chicken kebab. Chicken kebab. Ah, okay. صراحة ودي أجرب الشيكن كباب من هنا. والله شكلها عجبني ذي. شوف 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 الحركات. يا الله منقع بأم هذا. براذر وين وين؟ شكل الحالة يشحي. بس الله يستر إن شاء الله إني أبقى بطني يبقى سليم. والله بجرب وأشوف كيف. خليني أجلس داخل شوي. ريح أذاني شوي والله العظيم. أبي ريح أذاني يا صديقي. والله العظيم أعوذ بالله أذاني بدأت تنفجر. خلني اصور كيف يطبخ. طبعا هذا دجاج لكن كباب، تشيكن كباب. يعني تشيكن كباب صراحه على بالي انه لحم البقر، ولكن زي ما تشوفون تشيكن كباب على كيف كيفك. يعني صراحه واضح انه الشوي دائما يجيك انظف انظف من الزيت. الله يا سلام يا سلام. ايش في المرقه؟ والله المرقه تسد النفس. هذا بيحطها عليها الحين. الله العظيم ما عليش يا بطني. هذه رسالة لبطني. بطني والله العظيم إني آسف جدا. بإذن الله بعد 12 ساعة يا بطني رايحين إلى أنظف دولة فيها أكل شوارع. يعني تحمل تحمل، المتابعين يحبون هذا، فعشان كذا لازم تتحمل يا بطني. والله إني آسف. نعوضك إن شاء الله بعد 12 ساعة، بس إن شاء الله يبقى سليم البطن بإذن الله. تشيكن كباب يعني شوف شلون شكله. خط صغير عشان أجربه. سعره ريال ونص، ريال ونص يعني تقريبا 30 ربيه. وجابوا لي خبز الصاج. عاد نجرب نشوف كيف يطلع خبز الصاج مع الدجاج، وان شاء الله يكون الطعم كويس. لو اطلع برا يا صديقي ما راح القى مكان اني اكل فيه، فافضل شيء اني اجرب هنا مع هذا الهدوء. تسمعوني نسمعكم نسولف معكم تصرفون معي ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن كل الجمع يناظر فيك هنا. يعني حتى قدامي بعد في ناس يناظرون. فانا بجرب. خليني احط علشان تطلع لقمه صحيحه في ليمون حاطين لك. بس دقيقه بنحط الليمون الان علشان نجرب الطعم صح. والله عيني للحين دمعت اعوذ بالله. سبايسي هنا يضرب في المخ. شوف الشكل بالله. شوف الشكل يا صديقي. هذا شكلها من داخل. ما ادري كيف، ما ادري ليش لونها كذا. والله لونها غريب مره. الله يستر من الطعم. طبعا هو يتغير لونه من كثر الصوصات اللي يحطونها فيها.
يحطون اشياء كثيره يخلطونها مع بعض وبعدين يجمعونها يحطونها على سيخ الكبار. نجرب ونشوف الطعم يا اصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلو حلو حلو. كذا غمسها كذا وبعدين الطعم لذيذ مرة وأجمل ما فيه ما هو سبايس. وعيني الحمد لله الحين تدمع. يعني في هنا بعد سوق مرة كبير فشكلي بروح يمه ونتفرج على السوق. يعتبر واحد من أكبر الأسواق الموجود قدام المسجد. فخلونا نتمشى ونشوف السوق كيف يكون أيضا في هذه المنطقة اللي هي قدام جامع مسجد أكبر جامع المسلمين هنا في الهند. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم. What's your name? Your name? What's your name? عبد الصمد. عبد الصمد. ما شاء الله عليكم. شوف أطفال المسلمين ما شاء الله تبارك الرحمن. الله. واضح إن أشهر مكان للدجاج يا أصدقائي. ولكن شوف زحمة مرة. الانتظار هنا يبيلك 12 ساعة. والله يا صديقي عاد هنا الزحمة يوم السبت. صدف معي يوم السبت. تعال أي يوم إلا يوم السبت. يعتبر أزحم يوم تجي في هذه المنطقة خصوصا لأنها تعتبر أشهر منطقة واحدة من أكبر المناطق اللي موجودة هنا. الآن بنروح بإذن الله الآن بنستكشف السوق عشان نشم هوا شوي يا صديقي. والله أنا دخان الزيت وذا أعدم عيوني. أغرب آيس كريم تشوفه في حياتك هذا. لا ممكن في أغرب منه. ممكن هذا آيس كريم أغرب منه. السلام عليكم. Brother, this is ice cream. Can I see? Can I see, please? أنا شفت أغرب آيس كريم بس هذا ما. لا دقيقة. How much is it? How much? 20 rupees. والله يا أصدقائي إن هذا شكله يخوف مرة. ولكن إن شاء الله بجربه وأشوف كيف طعمه. I will take one, okay? What's the taste? Taste is good. الفانيلا أو فانيليا أو what is the taste? ملكي. يقول طعمه بطعم الحليب. فأنا بنجرب ونشوف كيف يا أصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم. good. very good ما شاء الله. والله طعمه مشي حالك يا أصدقائي. ولكن كلهم ينظرون فيك فما ودي أحرجهم. حليب مجمد. بس حليب مجمد. نص ريال. طعمه والله مشي حالك. ما كان ودي احرجهم عشان كذا قلت حلو. بس طعمه يعني كانه طعم غرس. بالله شوف التمور ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا صفوة التمور بشكل كبير جدا علشان رمضان واخر ايام رمضان. فشوف ما شاء الله تبارك الرحمن جميع انواع واشكال التمور. This is coconut. ما شاء الله. شوفوا الكوكونات يا اصدقائي. حجمه مره صغير. ليش كذا؟ شوف حجمه. بالعاده الكوكونات مره كبير بس شوف شلون شكله طالع. والله شكله يشهي. ها هنا خلص الايس كريم. انا الايس كريم والله ما ادري وين احطه. مشكله كابتن لو اكل ابلش الحين. شوفوا اصدقائي والله لقيت ناس ياكلون مثل ايس كريمي. الحمد لله يعني مو بس انا اذا مرضت يمرضون معي. عاد هذا يعتبر واحد من اكبر الاسواق اللي موجوده هنا. لكن الله يستر اجمل ما فيه انه ما في دخان طبخ وزي كذا. فيمديك تتفرج وتشوف الاشياء. وصراحه الملابس هنا جودتها عاليه اغلبها صناعه هنديه. فالسعر يجيك مره رخيص والجوده تجيك مره عاليه. بالله شوف تبي اديداس تبي الماركه تبي الحركات تبي البركات. صناعه هنديه صح انها تقليد ولكن جودتها عاليه مره. كابتن في شمخ. شوف الشمخ والله الشمخ انا عجبتني مره. هاو ماتش ذيس وان براذر هاو ماتش؟ 150. ايش بلا كذا معنفص ذا؟ حبيبي كم تو دبي. حبيبي كم تو دبي. حبيبي ما شاء الله كلام عربي. يو سبيك عربي؟ نو اي كان سبيك ان انجلش. ما شاء الله تبارك الرحمن. اي ام فروم سعودي عربي اي سبيك عربيك. الجزمات هنا بعد يا اصدقائي اسعارها رخيصه وجودتها عاليه. والله شوف جميع الالوان جميع الحركات والبركات ما شاء الله. شوف والله غاطس بنصها. عجبتني اللوحات مره الاسم اللي مكتوب عليها بسم الله ما شاء الله واسماء الله. حتى الاشياء البسيطه هذه بعد مكتوبه بالعربي. من هذا الدرج يا صديقي من هذا المكان يوضح لك السوق. شوف حجمه حجمه ضخم جدا. ايضا قدام المسجد هذا جامع المسجد اذا تشوفونه. ولكن يعني خلصت العشاء فبعد الصلاه يقفلونه عشان ما تجي الزحمه وزي كذا. السوق قدامه ما شاء الله تبارك الرحمن. تروح يمين الاكل والمشروبات والاشياء الغريبه وهنا عاد عندك السوق والملابس والاشياء اللي كنت تبيها والاكسسوارات والاشياء البسيطه اللي تبيها. يس براذر. If you don't mind, can we take a selfie? Yes, sure, brother.
ما شاء الله جزاك الله خير. ثانك يو براذر. لا شوف الحركات ما شاء الله. والله هاو ماتش 150 شوف ولا الحركات عجبتني مره 150 يعني تقريبا 10 ريال سعودي بس. شكلها جميل جدا مع الاضاءه وهذه سمارت فيري جود ما شاء الله. بس ما ادري كيف يتنفسون السمك والله ممكن يموتون على طول. يا هنا اغرب الاشياء في الحياه تحصلها في هذا البلد كل شيء من دين من ثقافه من اكل من ناس من اشياء كل شيء تحصله شيء يعني لا تصفه الكلمات. اهم شيء يا صديقي اذا جيت هذه الاماكن المزدحمه لا تشيل معك شنطه ابدا. شوف انا جيت بس بالكاميرا لانه زحمه ولاسكين ببعضهم فممكن يسرق معك حاجه وانت ما تحس بحالك. فانتبه يا صديقي انتبه يا اخي. هذا تشوفه بشكل كبير جدا بس ما ادري وشو. Brother, this is water or what is this? Limbo pani. Huh? Limbo pani, namkin pani. Limbo. Good. How much? كتنا? 20. Can I have one please? اشوفه في كل مكان ومرة مشهور ومع موية. فشكله يحطون موية مع ليمون او يحطون مع نكهة ما ادري وشو صراحة. فخلونا نخليها الختامية من الادوات. واضح ان النظافة 100%. بالله اشوف الاداة البيضة هذه. ايوه. افتح لك حاجة. اللهم يا رب يا استر علي يا رب استر علي بسترك. هذا الظاهر المشروب هذا بيعطيك طاقة لين ما توصل للدولة الجديدة يعني ما يحتاج تنام. السلام. Thank you so much sir. Thank you so much. هذا الشكل كأنه موية مع غازات وليمون كأنه 7 up بس انه ما هو 7 up. بسم الله. Thank you so much sir. نجرب الطعم عشان نعطيكم الطعم بث مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يديم النعمة يا رب. موية مع ليمون بس في طعم غريب طعم كذا تحس انه طعم زولية. استغفر الله العظيم. اللهم يا رب لك الحمد على النعمة. اللهم يا رب انك تديم النعمة. سعر 20 يعني نص ريال يا أصدقائي. شوف الباني بوري هذه جربناها في سريلانكا ولكن سريلانكا كانت نظيفة مرة. This is باني بوري. How much? 30 روبية. شوف والله شكلها غريب ما حد دخان ما شاء الله تتبخر. وش رايكم أجربها؟ والله شكلها ما يطمن أبدا. هي والله خربانة خربانة شكلها. هي خربانة خربانة. وأنا وصلت نهاية الشارع إذا معي 30 روبية والله أجربها. بسم الله هنشوف كم باقي. إذا معي 30 روبية هذه عش. فيديو فيديو فيري جود. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. give me one. يلا خلينا نجرب. الله يستر. والله شكلي انا بودع الملاعب بس ان شاء الله. المقطع هذا انا قاعد اصوره في اخر ايام رمضان وراح ينزل لكم بعد العيد. اذا تاخر بعد العيد اعرفوا اني جبت العيد قبل لا يجي العيد. Brother وين يا وين 35 بيس 1 بيس اونلي. يلا بسم الله يعطني 1 بيس 5 بيس بيني ودع الملاعب. دقيقه وين بكتر يلا يلا شوفوا كيف يسوي. ستارت يعطيك هذا وبعدين يحط. الله يستر. لا تكفى والله ما ابي اموت. نوت فيري سبايسي ها. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام عليك ما شاء الله. 1 اونلي 1 خلاص اتس اوكي اتس انف. يعطيني 5 والله ما اكل 5. خلينا نجرب بعد الحين اشوف شلون باليدين النظيفة ما شاء الله. السعر حق 5 حبات انا ما ابي 5 حبات واحدة بس. يقول لازم تاكلها مرة واحدة زي كذا. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم انا وصانعها. بسم الله. Thank you so much. Very delicious. No. What one? Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. يبي يعطيني 5 والله ما اكل 5. يبي يذبحني. طعمها غريب. في بطاطس ولكن بدينا يسوي. يا الله. الى هنا يا اصدقائي مع هذا العصير اللي طعمه طعم زوليه. الله يديم النعمه. لا تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان ودائما كونوا سعداء وكل عام وانتم بخير يا اصدقائي. اذا تاخر الفيديو فاعرف اني جبت العيد. السلام عليكم واشوفكم بالدوله الجديده. Like, subscribe, guys.
ಹೋಗಿದ್ದೆ.